الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نستكمل بحمد الله وحده وتعديل الأخطاء الشائعة عند تلاوة القرآن الكريم. وصلنا بحمد الله إلى الصفحة 201 وهي نهاية الجزء العاشر، وبهذا نكون انتهينا من سورة القرآن. نسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يتم هذه الختمة على خير. نستكمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع، وليس وطبع، وطبع على قلوبهم في الأتسون، وجاء المعذرون وليس المعذرون. وفي نفس الآية، وقعد الذين كذبوا الله وليس كذبوا الله. وفي نهاية الصف الآية 92، كثيرا يخطأ في هذه الكلمة، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، وليس حزنا، حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وفي آخر الصفحة، وطبع الله على قلوبهم، وليس وطبع. في بداية الصفحة الثانية، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، رجع خطأ، ولكن إذا رجعتم إليهم، لا يستسون، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى للقوم الفاسقين. الآية 97، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق، وليس ينفق، ينفق مغرما وليس مغرم، مغرما. تقرأ الصفحة التي بعدها، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا، مرضوا على النفاق، مش مرضوا، مرضوا. والآية 106، وآخرون مرجون لأمر الله، مرجون وليس مرجون، أنت كذا صفحة التي بعدها. الآية 107، ولا يحلفن، وليس ولا يحلفن، ولا يحلفن. الآية 109، نركز فيها، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على بنيانه وليس بنيانه بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. اقرأ على الصفحة التي بعدها، الآية 113، ما ولو كانوا أولي قربى، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي، ليس أولى، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. في نفس الصفحة، الآية 115، وما كان الله ليضل، وليس ليضل، ليضل قوما بعد إذ هداهم. في الصفحة التي بعدها، الآية 120، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا، وليس نيلا. تقرأ على الصفحة التي بعدها،
وهي الآخرة في هذه السورة المباركة. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. الآية 126. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. الآية 127. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، صلى الله عليه وسلم. نبدأ في سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآية الثانية. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. تقرأ على الصفحة التي بعدها. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. أعاذنا الله وإياكم أن نكون منهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يطمئن للآخرة، وصلى الله عز وجل الآخرة ليلا ونهارا. الآية 11. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم، وليس استعجالي خطأ، استعجالهم بالخير قضي، مش لقضى، لقضي إليهم أجلهم، وليس أجلهم، أجلهم فنظر، وليس فنزري، فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. تكرر الصفحة الأخيرة لهذا الورد. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا. الآية 16. قل لو شاء الله ما تلوته، ليس تلوتي، تلوته عليكم. ولله الحمد ننتهي من هذا الورد. نسأل الله عز وجل أن يجعل خالصا لوجهه الكريم، وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.